بمناسبة اليوم العالمي لمتلازمة الحب، أطلقت سفيرة النوايا الحسنة للطفولة مهرجان تحت عنوان أنت صديقي، بالمشاركة مع عدد من الجمعيات والمراكز والمؤسسات، بالتعاون مع وزارة التربية ووزارة السياحة وبإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. في عنا تقريبا 15 جمعية هي اللي بتغطي دمشق وريف دمشق، الجمعيات في مركز أمل الغد، في عصافير الجنة، عدة جمعيات موجودة. نحن اليوم قديش حلو إنه نحن ندمج هدول الجمعيات لعمل واحد وهدف واحد سامي اللي هي أطفال متلازمة داون. هي لأول مرة بتصير طبعا هذا الدمج مع الجمعيات، وطبعا من خلال هلا يعني إذا قناتكم بدي أشكر كثير وزارة التربية، الدكتور داريم طباع، وزارة السياحة، وزارة الشؤون الاجتماعية، كانوا كثير معانا بهي الفعالية، والفكرة كانت جديدة وحلوة ولأول مرة بتصير. هذا المهرجان بضم 350 طفل فوق الأكثر من 15 جمعية هي مشاركة معنا. مثل ما شايفة هلا المهرجان هو سكشنات مقسمة، هدول الأطفال اللي حيجوا على يومين حيكون عم يتقسموا بطريقة حتى يقدروا يشملوا كل النشاط. أكيد هذا المهرجان هو الداعم الأساسي لنا دائما الدكتورة راما زريق سفيرة النوايا الحسنة للطفولة، هي دائما الداعم الأساسي لنا بأي ايفنت نحن بنعمله، بالإضافة للوزارات اللي هي كمان كانت عم تساعدنا، أكيد وزارة الإعلام، وزارة السياحة، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزارة التربية. بفعالية أنت صديقي بمناسبة اليوم العالمي لمتلازمة داون عم نضم اليوم 170 ولد. إجمالي الفعالية نحن عنا 350 ولد مقسمين على يومين جمعة والسبت ومتواجدين بالشيراتون. عم بيكون عنا أنشطة ترفيهية وبالأخير رح نختمها بهدايا متقدمة لكل ولد. نحن حبينا نضوي بهذا اليوم العالمي لمتلازمة داون على كل طفل داون موجود بدمشق، حاولنا نجمع أغلب الجمعيات الموجودين. يستهدف المهرجان أكثر من 300 مشترك من 15 جمعية ومؤسسة وطلاب من 4 مدارس حكومية من المصابين بمتلازمة داون. نحن جمعية ذوي الهمم لتأهيل ودمج ذوي الإعاقة، أول جمعية بالقنيطرة من أجل ذوي الإعاقة، وهي أول مشاركة لنا بهي الأنشطة من أطفال الداون. حلوة دمج الأطفال مع الأطفال الطبيعيين، كونه أنه هنين بمجتمع منغلق، فحلو أنه هنين يتشاركوا مع بعض بكل الأنشطة بكل الفعاليات ويتعرفوا على بعض، منشان بالمستقبل لما نشوفوا بعض بأي مكان تاني ما يضل أنه هو حدا منغلق أو حدا انطوائي، أو هن حتى الأطفال الطبيعيين ما ينظروا له نظرة تنمر وهالقصص. فكتير حلوة الفعالية والولاد كتير مبسوطين هون. المهرجان هدف إلى إعطاء أطفال الجمعيات فرصة لقضاء يوم يقومون من خلاله بأنشطة متنوعة.